طيب يعني النهارده برضو كان في بعض اللقطات كده في اثناء ضربات الجزاء، لعيبه بيراميدز لعيبه كبيره، مش لعيبه كتيره مش عايزه تخش، عبد الله بيقوم اللعيبه بيفوق اللعيبه، وده برضو كان مشهد تردد غريب شويه. بالظبط. يعني في البدايه طبعا مبروك لمودرن فيوتشر وهارد لاك لبيراميدز، و على ما اعتقد ان لما يكون عندي 11 لعيب منهم سته بيسددوا ضربات الجزاء وفي اربعه قاعدين مش عايزين يقوموا وعبد الله بيحاول يقنعهم ان هم يقوموا، هو في مشكله. ما انا كان ممكن باتشيكو يشوف خلاص المباراه حل ضربات جزاء، ابدا اجهز اكبر عدد ممكن من الناس اللي بتسدد او الناس اللي مميزه في ضربات الترجيح، لكن اللي احنا شفناه ان عبد الله كان بيحاول يقنع اكتر من لعيب ان هم يدخلوا ويسددوا. اللعيب اقعد في الملعب يبقى حاسس ان هو لا النهارده مش يومه، مش هيسجل، مش موفق. بتحصل يعني، مش هقول انها ما بتحصلش، بتحصل. لكن اربع لعيبه كان كتير بالنسبه لي. بيراميدز جات له فرص كتير جدا جدا في ضربات ترجيح انه ينهي المباراه لصالحه وما استغلهاش. مودرن فيوتشر جات له فرصتين في الشوط الثاني انه ينهي المباراه وما استغلهاش. فعلى ما اعتقد المباراه راحت وجت كتير، راحت لمودرن فيوتشر شويه وبعد كده راحت لبيراميدز شويه في ضربات جزاء. كنا احنا قاعده حتى واحنا قاعدين بنتكلم لا مودرن فيوتشر لا بيراميدز، عماله تروح وتيجي عماله تروح وتيجي. احنا قاعدين راحت جت راحت جت بالظبط. بالظبط، وبالذات يعني ان احمد ميهوب صد اكتر من ضربه جزاء يروح جنش ردد عليه، بس زي ما قال كابتن حازم جنش كان بيرد في الموقف الاصعب ان هو لو دخلت خلاص بيراميدز يكسب. فعلى ما اعتقد المباراه كانت ممتعه في الشوط الثاني وفي ضربات الترجيح، وهارد لك لبيراميدز. يعني هو اكيد في مشكله انه يوصل للنهائيات ويلعب على بطولات بالشكل ده، والنهارده قبل النهائي بضربات الترجيح ما يقدرش يوصل للمباراه النهائيه، اكيد في مشكله. لازم مسؤول بيراميدز والجهاز الفني لازم يشوفوا فين المشكله عشان يقدروا يحققوا. لو كان بيراميدز اللي كسب كنا هنقول في مشكله في فيوتشر؟ لا مش هقول في مشكله في فيوتشر، لان اللعيبه واسامي اللعيبه والامكانيات اللي موجوده في بيراميدز تختلف عن مودرن فيوتشر. الرغبه بتاعه اللعيبه ورغبه اداره بيراميدز ورغبه مسؤول النادي او مسؤول النادي هم عايزين ياخدوا بطولات، علشان كده جابوا عبد الله السعيد، جابوا رمضان صبحي، جابوا مصطفى، جابوا جايبين لعيبه كتير جدا موجوده باسامي كبيره. ف يعني مودرن فيوتشر بحييه وبحيي اللعيبه، بحيي جنش بشكل كبير جدا ان هو ازاي قادر يبقى هادي وثابت ان المواقف اللي اتعرض ليها دي يعني هو اتعرض لاربع مواقف، الاربع مواقف نجح فيهم، ودي دي 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 مسؤوليه كبيره ومسؤوليه صعبه جدا، فانا بحييه ومبروك لمودرن فيوتشر. حازم فاز من يستحق؟ يعني بص الماتش متكافئ، لكن فيوتشر عنده حد قدر يخلص له الماتش زي جنش. المشكله في بيراميدز انت توصل الماتش 90 للبلنتيات. بصراحه انا شايف ان هي خساره بيراميدز انك توصل بالاسامي دي، كلها الاسامي دي يا سيف بفلوس كتيره ولعيبه جامده، انك توصل مع فيوتشر اللي هي بقى لها سنتين بتلعب في الدوري المصري، عامله فرقه كويسه بس مش بكفاءه اللعيبه اللي موجوده، فهي خساره في حد ذاتها البيراميدز توصل للمرحله دي. كان لازم تخلص الماتش من بدري، الاسامي دي لازم تخلص الماتش من بدري. يبقى انت الزمالك لعب فيوتشر يا سيف في الدوري، الزمالك باسامي اقل دلوقتي من الموجوده في بيراميدز، خلص الماتش بس عنده روح وعندهم احساس بالمسؤوليه وبيلعب بالفانيلا البيضاء وكسب الماتش وكان وان سايد جيم. النهارده الاسامي اللي موجوده في بيراميدز لعيبه جامده جدا، مش ممكن توصل للمرحله ان انت كنت هتخسر جوه الماتش وبعدين كمان بتخسر بلنتيات يعني.